السؤال، والسؤال الاول عندنا من الاخ ياسر كيقول: سلام امين، ستارلينك داروا في الويب سايت ديالهم باللي في 2021 غادي يبداو وورد وايد بيتا تيست وكل شيء يقدر يجرب السيرفيس ديالهم، ولكن واحد السؤال جاني في بالي. واحد النهار كنت كنقلب ولقيت باللي الى شي دوله بغات تمنع السيرفيس ديال ستارلينك خاص حتى توافق ستارلينك بنفسها، دونك ماشي غير اجي وقطع على الشعب الواي فاي من الساتيليت، ولكن واش تكنيكمون يمكن يتقطع لي زوند ديال الساتيليت وتقطع الواي فاي على شي واحد؟ حيت انا في الاول ما كنتش متفائل على ود ستارلينك في المغرب، مي ملي قريت هذا الخبر باللي خاص حتى ستارلينك تاكسبتي عند تمنع، الله الله كنشم ريحه المسمن، جايبين المسمن للبيرو. ملي قريت هذا الخبر باللي خاص حتى ستارلينك تاكسبتي عاد تمنع، فرحت بزاف ورجع ليا الامل في الانترنت هاي سبيد. المهم انا بغيت الراي ديالك. الوغ اخويا ما يرجعش لك الامل. بون، بالنسبه للناس اللي الناس اللي ما عارفينش انه ستارلينك واحد الشركه اللي في الملكيه ديال ايلون ماسك، غادي تطلق لنا الانترنت في العالم. اييه غادي يولي الانترنت في المغرب، غيولي الانترنت بالساتيليت، غادي تولي كتشد الانترنت بحال كي تتشد القنوات الفضائيه بالتبصيل، غادي توجه التبصيل للقمر الصناعي ديال ستارلينك وغادي يكون عندك الانترنت بواحد الثمن اللي قليل بزاف. هذا هو المفهوم ديال او هذا هو الكونسيبت ديال ستارلينك بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو كاين او لا شنو واقع. الوغ بالنسبه للسؤال ديالك، هو سولتي قلتي بما انا يا دابا ما كنتش متفائل بما ستارلينك غيخدم في المغرب، كون انه البنكه او تو سامبلومون عفوا الشركات المغربيه ديال الاتصالات ما غيخليوش لينا هذه الامكانيه ديال اننا تكون عندنا الانترنت عبر الساتلايت ويقدروا انهم يجامي. الوغ باش نجاوبك على هذا السؤال، اولا السؤال لابارتي الاولى في السؤال ديال انه انت سمعتي بما خاص حتى ستارلينك توافق باش تقطع الانترنت على شي بلاد عاد تقطع، يعني الا مشات عندها اتصالات المغرب ولا انوي ولا اورانج وقالت لها الله يجازيك بخير ستارلينك، الله يرحم ليك الوالدين، راه حنا كنخسروا الفلوس بزاف، الله يجازيك بخير قطعي عليهم الانترنت، قطعي عليهم الانترنت الله يرحم الوالدين، حنا راه غادي نلقاو شنو ناكلوا ولادنا. غادي تقول لهم ستارلينك ناو انا الشعب المغربي عزيز عليا ايلون ماسك، شو عندكم واحد السيد سميتو امير راغب على وجهه غادي تطلقوا الانترنت فابو. تفكير عقيم هذا اخي، تفكير عقيم. كاين اتفاقيات دوليه، كاين ما كايناش هذه القضيه ديال راه ماشي الشركه، ماشي هذه شركه ديال واحد وخدامين عنده الناس وكيدير بهم اللي بغا. الكونسيبت عندك عقيم، راه المغرب يقدر يفرض عليهم بقوه القانون وما يطلقوش هذيك الانترنت وما غيطلقوهاش، يعني باش نكونوا واضحين، يعني ماشي قضيه الانترنت ديالو. هذا من جهه. من جهه اخرى، واش ممكن يتم تشويش على مستوى هاد الانترنت اللي غتجينا حنا من الساتيليت، واش ممكن يدار لها تشويش؟ ممكن انهم يشوشوا على هاد الانترنت، وبالتالي واخا تشري التبصيل واخا هذا ما غيوصلكش هاد الانترنت، ممكن انه يتم التشويش. هاد هي مساله اللي غادي يكون فيها واحد الانفستيسمون، يكون فيها واحد الاستثمار من طرف شركه الاتصالات، ولكن ممكن يديروها. زعما حنا كنهضروا كتقنيا، واش ممكن؟ ممكن. فبالتالي هذه المساله ديال انك فرحتي انه اللحقه راه الى راه يعني اللحقه راه الشركه هي الى بغات تقطعوا على شي دوله تقطعوا، وبيسكو انه خاصها تعطي الموافقه اذا راه يقدر ما يتقطعش. هذا فكر شويه في شكل. بالنسبه للسؤال ديالك اخر، فيه واحد الخطا كبير ديال الويفي، راه ما كتطلقش الويفي، راه ماشي ويفي هذاك، راه سي تان سينيال، الا ما خفتش نخطا يو اش اف اللي كيتستقبل وتيتكونفيرتا باش في ان روتور اللي كيتسمى روتور ساتيليت باش يطلق لك الويفي. هذوك لي ساتيليت ما تيطلقوش الويفي، ماشي غير حيت ريزو، ماشي غير حيت ريزو راه ويفي، لا ماشي ويفي، هو راه واحد السينيال كيجينا يو اش اف كتستقبلوا واحد ال ال بون، غنشرح لكم الخوت بعدا كيفاش كيخدم هذا الشيء. دابا كيفاش كيتستقبل الانترنت من الفضاء؟ كيكون عندك التبصيل بحال التبصيل اللي باش تستقبل نتايا القنوات الفضائيه، وتيكون عندك ذاك الراس
ماشي بحال الراس باش تقطب القنوات الفضائيه. داك الراس وراه غالي للاشاره. هذاك الراس اللي اللي تيكون في هذاك التبصيل اللي كتستقبل به الانترنت، هذاك الراس تيكون ايميتور ريسيبتور، يعني كيكون تيرسل الاشاره وتيستقبل الاشاره، تيرسل الاشاره وتيستقطب الاشاره. اما في هذاك اللي عندك انت اللي كتستقبل به روطانا، ايه هذاك اخاي تيكون ريسيبتور ما تيكونش ايميتور، تيكون ريسيبتور. هاد الفول دوبليكس هذا، هاد ال ان بي اللي كنستقبلوا به كيستقبل الاشاره، وكيكون واحد الجهاز ديال بحال ديكودور، هو ماشي بحال ديكو، هو تيتسمى موديم ساتيليت. هذاك الموديم ساتيليت تدخلوا ديك الاشاره اللي كتجي من الساتيليت وكيحولها، كيحولها الفورم ديال واحد زيرو، كيحولها الفورم ديال واحد زيرو. وعند ديك الساعه كتقدر تركبوا مع الروتور، ولا هو تيكون اصلا تيفرق الواي فاي، ولا تتشوف ديك الساعه شنو باش اشوف كيفاش غادي تخدم. فهذه هي الطريقه باش كيخدم هذا النوع ديال الاجهزه.